صراحة يعني الوقت اللي غادي نعطيه الأجنبي وباش عاد باش غادي يفهمنا احنا هذاك الوقت جميل كاز غدا احنا ما عندناش هذاك الوقت يعني هما يلا غادي نبداو نوريو شنو الأمور يلا غيبدا يكتشفها وهذاك الشيء فالوقت احنا ما بقاش تيساعدنا لأن هانتوما كيف تكلمتوا وأنا جاي في السيارة ديالي وسمعتكم تكلمتوا على حسن العبيشة والناس اللي تقول لك علاش خداو علاش هادي وعلاش هادي وعلاش هادي جو بونس ما كاينش شي مدرب غادي يقبل بعدا كاين هذاك المنتخب فداك الظروف ولكن تيبقى كيف تذكروا الاخوان يعني الدور ديال المغربي وديال الوطنيه وديال هذاك الشيء ما يمكنش انه يخلي هاد 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 المنتخب فهاد الا ما خداش بن عبيجه شكون غياخذو الا ما خداش واحد مواطن شكون غياخذو غياخذو واحد اجنبي المساله ديال المدرب الاجنبي تتبقى يعني التوقيت ماشي في صالحنا يعني خاصنا واحد ديال الدار اللي هو اللي عارف الامور عارف النوادي كلها واللاعبين اللي فيها وعارف يعني اللاعبين اللي تمارسوا على برا يعني لان التوقيت ما بقاش في صالحنا.